قال قائد شرطة رينا والعميد الركن حمد نامس الجبوري أنه بناء على معلومات استخباراتية تم إلقاء القبض على مسؤول عسكري في داعش الإرهابي المدعو نزار صالح في منطقة اليابسات بالجانب الغربي للموصل. أوضح أن المتهم مطلوب قضائيا وكان يشغل منصب مسؤول تفخيخ السيارات ضمن قاطع أسكي موصل خلال فترة سيطرة داعش الإرهابي على محافظة نينوى.